مشيئة المدرسة العليا للإدارة العسكرية سماح التعليم لواء طلبة نحو التكوين الجامعي نظام الأمدي وطلبة الدكتور ومواقع المخلص المركزي للمعتمد الخيمة 3 عدنا ونصف فيها اجهزه اللي فيها هذه الثلاجه المزيده كما اللي يستعملوها في الدار هو اللي يعطينا الطاقه اللي نمشي بها في الدار. نتمنى أن تكون زياراتكم هذه فرصة للتعرف على مهام ونشاطات المدرسة العليا للإدارة العسكرية وأخذ ولو فكرة موجزة عن التخصصات العسكرية والعلمية التي يتلقاها الطلبة بمختلف فئاتهم، كما هي سانحة متجددة للإطلاع عن قرب على عتاد وتجهيزات سلاح المعتمدية في إطار المهام الموكلة ضمن سلسلة الدعم اللوجستي. كما ستسمح هذه التظاهرة كذلك للشباب والمواطنين على الاطلاع عن كيفية وشروط الالتحاق بالمدرسة.